أصدقائي في كل مكان، محبين أينما كنتم، هنا في أحداث اليوم الثاني وفي لقاءات أكون أو لا أكون هنا المتصدر فريق الألسن أمام فريق من الفرق الباحثة عن متعة كرة القدم، فريق المدرسة الكندية CISE. على فريق حياة مصفرة حكم اللقاء مبروك نبيل، والمساعد الأول مصطفى عثمان، والمساعد الثاني هيثم عثمان. على يمين الشاشة أصحاب القمصان الحمراء وحراسة المرمى يحيى ربيع، أمامه شهاب عطا اللاعب رقم 3، وزياد المداح 12، محمد تمام 4، وبلال يحيى 22، وأليكس لاعب رقم 3 ويوسف 8 عفوا ويوسف الشاذلي 10، وعمرو ياسر رقم 17، عمر أدهم اللاعب رقم 9، أمامه شون محروس اللاعب رقم 7، واليسارا عبد الرحمن جاد الله اللاعب الذي يرتدي القميص رقم 11. قيادة الكوتش محمود مصطفى. أما فريق الألسن اللي بيقوده كابتن عمرو عطية في حراسة المرمى عمر غانم، أمامه في خط الظهر الليبرو كريم عبد الرؤوف اللاعب رقم 6، حسين دسوق 12، يساره علي سلطان 5، في الجانب الأيمن باسل تمام اللاعب رقم 10، وعلى الجانب الأيسر اللاعب بلال سليمان اللاعب الذي يرتدي القميص رقم 4. في منطقة الوسط هناك اللاعب علي فتيح رقم 2، وعلي ثعلب 33، وعمر جودة 11، ثنائي الأمام حمزه سعود 14، وعلي شوقي الهدف اللاعب الذي يرتدي القميص رقم 7. أمر كله في الأمان أمام منطقة الجزاء شهاب، لمسة إلى حدود المنطقة الجزائية، يعدي بينطلق عمر أدهم، ولكن مرور من اليسار عبد الرحمن، هيلعب ولا يفوت ولا يعدي ولا تشوف الكروسات العرضية مع الضغط عن طريق اللاعب رقم 17 وعمر ياسر. لمسة في الوسط الألف بداية هجومية أمام منطقة الجزاء فريق CISE، تلعب كورة في الوسط ومن الجانب الأيسر، الكل متحفظ على كراته في منطقة وسط ملعبهم من كلا الفريقين من المنافسين وليس الخصوم، لأن كرة القدم ما وجدت في الخصوم بل وجدت هنا للمنافسة الشريفة بين كل الفرق. تمر الكرة في المنتصف إلى اللاعب رقم 10 يوسف سازلي، لعبها على حدود منطقة الجزاء، ولكن خرج سلطان اللاعب رقم 5، ولكن مرت إلى التماس في الجانب الأيسر لصالح الكندية. فريق الكندية اللي بيدخل اللقاء بعد خسارة من فريق ام اي اس بهدفين مقابل هدف، والتعادل اللي كان امام فريق توبيسكا. كرة في منطقة الجزاء والاخطر، ولكن المنطقة الدفاعية مؤمنة والهجمة المرتدة بيعتمد على المرتدات من الجانب الايمن. فريق الألسن ومدرسة الألسن الباحثة عن اهداف منذ بداية المعقلة الكروية هنا في منطقة الوسط. لمس شهاب المداح وشهاب لعبها على اليسار من سليمان، بلال رجع الكرة للمنطقة الدفاعية، مرور كريم عبد الرؤوف وحسين دسوقي اللي بيأمنوا خط ظهر اللاعب بلال سليمان وباسل درجان. لمسة مرة ثانية إلى منطقة الوسط، تعلم تمر من عمر ياسر على اليسار ما بين يحيى وياسر، أليكس اللي كان في التغطية العكسية على حدود منطقة القوس، تلعب كورة بينية هي الأروع، ولكن مرت سريعة من هنا إلى حارس المرمى الحارس عمر غانم. لعب عمر غانم في الطريق من حمزة، ولكن هل أرى علي الشوقي المتشوق والمتشوقون لأقدامه لإحراز الأهداف؟ لمسة في الوسط قادمة من اللاعب رقم 9 عمر أدهم، زاد بين الألسن و CISE. أليكس على كرة
بتوع أليكس يلعبها في منطقة الوسط مرة ثانية باللمسة لاعب قي زهران كان قبل الثاني واجد في الـ 11 لاعب الأساسيين راجع تقي زهران في التشكيل الأساسي عندهم شريف كيرجس وفرشين وغزالة وفايز وأحمد ياسر معهم الهداف اللي عنده 4 أهداف اللاعب علي شوقي سجل في مرمى فريق بيسكت سجل في مرمى فريق ام اي اس تمس حاضر يلعب بالجانب الايمن ايضا لقطات الفرح لاعب سهران كره فرص النادي الهجومي ولكن بتمر الى التمس عن طريق الجانب الايمن كان في طريقها الى اللاعب حمزه الصعوني ولكن مرت الى التمس من الجانب الايسر يلعب التماس الى خط ظهر فريق سي اي اس اي لمسه في منطقه الوسط ما بين محمد همام واللاعب زهران وقي زهران ومباركه ولكن من مساحه ومكان بعيد من اللاعب زهران يروح الى حارس المرمى يحيى ربيع على كورت لاعبها في الوسط محمد همام اللي بيقاتل في منطقة وسط ملعب مريقة ومتعة واشتياق وتألق من المنطقة الدفاعية لغة الحكام لغة مدروسة مهموسة على أرض المستطيل الأخضر ما بين مبروك نبيل وأيسف عثمان ومصطفى عثمان المتألق أدقم تحكيم الدوري ممتاز لمسة من اليسار اللاعب رقم 11 عمر جودة عدى عمر جودة لكن مع الضغط والتكتل الدفاعي وامتصاص الهجمات اللي بتمر في منطقة وسط ملعب فريق سي اي اس اي الكندية يا سادة ما زالت تغلق دفاعاتها وما زالت تبحث عن الاختراق من الاطراف ولكن متحفظين على كرتهم في منطقة الوسط عمر ادهم لمسة حاضرة من عمرو ياسر لعبها ياسر إلى أليكس مرور من أليكس قطعها زهران تقي زحفة أرضية مرت بدون أي عنوان إلى عنوانها الأخير إلى حارس المرمى الحارس يحيى ربيع إلى محمد همام على قرطه محمد همام هيسمع الكلام هينطلق بكل أحلام ولكن لديهم حلم هو تطبيق المرور عن طريق الاطراف من اصحاب القميص الاحمر رامي التماس حكم اللقاء الكره اللي صلح فريق الالسون لمسه مع الضغط الى اللاعب رقم 7 مروره والتشوق من ادهم وشون محروس ولكن تماس الى اللاعب يوسف الشاسي تفضل يوسف الشاسي يتركها لمحمد همام على الجانب الايمن للشاسي مره ثانيه لعب الكره في الوسط لاختراق من عمق مروره للاطراف عرضيه الى منطقه الجزاء الكره العرضيه ولكن بتروح بتمر الى الحارس عمر غانم داخل منطقه جزاء فريقه لمسه السوكي يلعبها بمشوار هل باسل سيخترق هل دولغان سينطلق لمسه من قدم لقدم تحضير من ثعلب لعلي الديب مرور في منطقة الوسط التشوط حاضر الإنذار حاضرة ولكن تغيب عن أرض المستطيل الأخضر وتغيب عن الشباك إحراز الأهداف المتعة الحقيقية يا سادة في لغة كرة القدم هو إحراز الأهداف تمر مرة ثانية من أليكس حاضر ما بين عمرو ياسر لمسة من منطقة الوسط على كورتو أليكس لمسة من اللاعب الثعلب عمر جودة والثعلب وعلي الديب الثلاثي اللي بيقفلوا على لاعب يوسف الشاذلي وعمرو ياسر وعمر ادهم وسون محروسه. بدا فريق سي اي اس اي ب4-3-3 وبالك الفريق الاخر فريق الالسون اللي بدا ب5-3-2 يلعب بحمزه سعودي وعلي شوقي احيانا علي شوقي بيتطرف في الجانب الايسر اللاعب علي شوقي الهداف اللاعب اللي بيرتدي القميص رقم 7 مخالفة وركلة حرة لصالح فريق الأنسون دسوقي لمسة في الأمام مشوار لقطها يا سلام بالتمركز الرائع تمركز محمد أمام تمركز واحد من مواليد المنطقة الدفاعية اللاعب محمد همام اللاعب رقم 4 ولكن بتفوت الكرة إلى منطقة الوسط ما بين
ياسر ويوسف الشاذلي، ولكن في النهايه الكاس نختمها لاعب علي الثعلب رقم 33. على الكره مرور في اليسار بلال سليماني، اليكس حضر كده الكره اليكس بلا اي عنوان، ولكن تصل في النهايه الى المنطقه الدفاعيه مع الضغط من اللاعب عمر ادهم، ولكن بتصل الى التماس من الجانب الايمن. حاضر باسل دولغان على كرات باسل حكم اللقاء مبروك نبيل اللي يقود المباراه. حنكه هو لسه فاهم بدرايه كافيه على ارض المستطيل الاخضر، لمسه قادمه من القادمون من خلف همام لعدم اعتراف المنطقي. حكم اللقاء عطل الاطفانزوي اتحت الفرصه المتواجده في منطقه الوسط، لمسه قادمه الى الالسن، يبحثون يمرون يتهمسون يتغمسون من سلطان الى بلال لتقي زهران، عدى تقي وحكم اللقاء واحتسام المخالفه عن طريق الجانب الايسر الى اللاعب زهران الذي يرتدي القميص رقم 9 لصالح فريق الالسن. المباراه ما زالت مغلقه بين الفريقين، تغيب عنها احراز الاهداف، تغيب عنها المتعه التهديفيه، تغيب عنها اصاله كره القدم. ما زالت الشباك عذراء لم تغطش، وما زالت العلامات المروريه حمراء امام كل منطقه جزاء لدى كل فريق. هنا مخالفه، ركله حره بالجانب الايسر، باسل دورغان المتخصص وحضوره من الجانب الايمن وعرضيه هي الاروع هي الاجمل. عمر كودا اللاعب رقم 11، ولكن تمركز رائع من حارس المرمى الحارس عمر غانم اللي كان عفوا الحارس يحيى ربيع اللي كان في الكادر في الكره اللي فاتت. مركز يحيى ربيع يعني قادر على استقطاب المنطقه بالاساس قبل ما ياخذها وقبل ما يلمسها لاعب فريق الالسن. اليكس على الكورتو، اليكس تمرير وضغط من تقي الى عمر جودة، انطلاقه عمر من الجانب الايسر، اثنين ضاغطين على عمر، لما تروح الكوره لعمر يروح عليه واحد واثنين وثلاثه، ولكن هنا ركله حره الى لاعب عمر تمر الى زهران لعبها بالسرعه المطلوبه من جهاز الفني عن طريق اليسار. زهران عدى زهران، ولكن تغطيه تغطيه هي الاروع من النماذج الدفاعيه من فريق الكنديه داخل منطقه الجزاء. المداح لوجيد بجوار اللاعب شهاب عطيه، ولكن تمر الكره الى التماس عن طريق الجانب الايمن. اليكس على كورتو، اليكس تحضير من وسط من عمر قادر عامل مشوار عمر ادهم، انطلاقه عمر ادهم هيعدي عمر على الكوبري مرور بعدي واحد والثاني، ولكن تدخل وحكم اللقاء اعطى الفاول العكسي لصالح فريق الالسن من وسط الملعب. قادم من الجانب الايمن باسل دولغان عامل مشوار، باسل مشاوير عدى وانطلق، باسل يعدي يقود يبحث عن مشاوره هجوميه والكروسات الارضيه يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، لعبها المرمى من مكان قاسي كان ان يتحدث عن، ولكن جودة كان الاقرب والحارس تحت الثلاث خشبات يتفاجأ من هنا بتلك التصويره. عمر جودة لاعب الحاوي، ولكن عاوز ياخدها براسه. عمر جودة لاعب فريق الكندية الى ان مر في النهاية الى التماس من الجانب الايسر. استقاي في كل مكان، تعادل سلبي بين الفريقين، لقاء مغلق 50-50، لقاء سجال بين الاصفر والاحمر، والكل يبحث المهارة والتحضير والتصوير، ولكن مرت عدت فاتت الى العنوان الاخير الى حارس المرمى الحارس عمر غانم. عمر غانم الحارس الذي لم يختبر بعد هنا على ارض المستطيل الاخضر على كرة عمر، هل هيلعبها الى زهران ولا هيمرر
في الاطراف اللاعب علي السلطان وبلال سليمان ولا عمر جوده لعبها للبطي تمر من محمد همام لمسه في الوسط تدخل هجومي عفوا تدخل دفاعي وسط تردد هجومي من لاعب فريق الالسن ولكن مع المخالفه اللي بتاتي الى اصحاب القميص الاصفر هنا فريق الالسن الألسن يبحث الألسن ينطلق الألسن يخترق ولكن مش عاطين لهم مساحات فريق الكندية قافل وقاطع المية والنور على فريق الألسن أمام منطقة الجزاء هل الكرات الثابتة هي اللي هتكون عنوان تغيير مسار اللقاء من التعادل السلبي وتحريره من التعادل السلبي إلى أهداف يلعب عمر جود عمر ملك التمر من إلى الحارس المتعلق بالزمان والمكان يحيى ربيع طويلة وعالية من يحيى والكنترول في الوسط إلى همام لعبها لأليكس بعرض الملعب بيغير في الاتجاه في الجانب الأيسر بيقلبوا الملعب حلو قوي الفريق الكندية يقلب الملعب في بعض الأحيان الهجمات اللي بتمر في الجانب الأيسر بيقلبوه حلو قوي على خطوط فريق الألسن وابتدى يتحكم من أليكس عدى أليكس مرور أليكس عرضية في منطقة الوسط كورة في الراس تمر إلى المنطقة الدفاعية ما بين دسوقي وباسل دورجان ولكن تمر الكرة إلى التماس في الجانب الأيمن لصالح فريق الألسن تماس حاضر لقاء بحث عن الأهداف في أي وقت يتحضر اللقاء بالتعادل السلبي في أي وقت سنشاهد لمسات وهمسات وفرحات وفرحات تأتي من قبل أي فريق أمام منطقة الجزاء هل التصويب من خارج منطقة الجزاء سيصنع هنا الأهداف هل الكرات الثابتة هل الكرات العرضية من الكرسات العرضية اللي بتأتي على حدود المنطقة الجزائية كل ده هنشوفه في الوقت القادم يمر عمر جودة عمر جودة عدى بمهارة عمر عمر يريد الإعمار عدى باليسار ولكن هنا حمام انصهار احمرار تفوت الكرة عن طريق اليسار إلى أن مرت إلى التماس هنا إلى فريق الألسن من الجانب الأيسر يزحف الوقت من هنا من تحت الأبدان في صوت أول هو الأروع بين الفريقين ولكن تغييب لغة كرة القدم الحقيقية الرسمية على أرض المستطيل الأخضر هي الأهداف ولكن تصويبة عدت فاتت مرت راحت إلى الركلة الرقمية عن طريق الجانب الأيسر على وسط الملعب لكن عليا بتلعبها كده مش بتتاح حد خالص ركبية حاضرة من يسار فريق الحي على اليمين وصلت على طول عمر جودة عمر جودة الكرات المؤثرة في منطقة الجزاء المتخصص اللاعب رقم 11 لعب العرضية هو سهران كان رايح سهران كان عاوز يسجل هدف ويضع فريقه في بر الامان ولكن تصل في النهاية الى منطقة جزاء الكندية لحارس مرماه يحيى ربيع تمر من المداح اليسار حاضر بلالي الى منطقة الوسط تدخل ما بين شو محروس في الكادر في الكرة دي شو محروس وتدخل شو بتكلم كده مع فريق الألسن من داخل 9 متر و15 سنتي في ملعب الكندية ان شاء الله يعني فرصة العرض الى بلال سليمان مراد بلال لعيب اشول لعيب عجيب شوف ينطلق من الجانب الايسر بيحط جسم حلو قوي بيقدر يقطع الكوره بيقدر يقطع الكوره بيقدر يعطل المركب السايره من الفريق الاخر تلعب كوره اماميه لحدود منطقه الجزاء يا سلام يا سلام يا سلام على قراءه الهجمه والتماسك الرائع والتوقع الاجمل ولكن التكنيك عن طريق اليسار مش قادر ولكن بلال ومرت الكرة إلى التماس وحركت وعدت وفاتت هنا إلى أصحاب القميص الأحمر من الجانب الأيسر شوط أول يغيب عنه الأهداف هل اقتربنا من ختام أحلى
احداث الشوط الاول وكان يصدق ويسمع القرار وتطلع ايه صاحب القرار الحارس داخل ارض المستطيل الاخضر. مبروك نبيل بمنتهى السلامه، مبروك على التحكيم المصري، مبروك نبيل الصاعدين الرائع الحقيقه لان حتى الان في مقدمه صفو التحكيم الدوري ممتاز. تلعب كره الى منطقه الجزاء عرضيه ولكن بخراجه نسوقي تمر امام منطقه الجزاء هنا المشوار ولكن حكم اللقاء اصدقاء المتابعين في كل مكان ها هنا يعلن تصاويرا ختام الشوط الاول.